مجلس النواب الألماني صدق بأغلبية كبيرة على قرار يعترف بإبادة الأرمن على أيدي القوات العثمانية عام 1915. القرار كان قد أثار حفيظة تركيا والتي حذرت من تداعيات هذا التصويت على العلاقات التركية الألمانية، إلا أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أبقت على تفاؤلها بشأن هذه العلاقات قائلة: فيما يخص تصويت البوندستاغ، أود أن أقول أن هناك الكثير من الأشياء تربط بين ألمانيا وتركيا، حتى إذا كانت لدينا وجهات نظر مختلفة حول مسائل فردية، فإن روابطنا وصداقتنا وروابطنا الاستراتيجية كبيرة، وفي مقدمتها مسائل الدفاع والعديد من القضايا الأخرى. وأخيرا وليس آخرا، 3 ملايين من المواطنين الأتراك الذين يعيشون في بلادنا. تبني البرلمان الألماني لقرار يدين إبادة الأرمن احتفل به الأرمينيون أمام مقر البوندستانغ. وقالت إحدى الأرمينيات: مثالنا هو دليل بأنه لن ننسى أبدا من يقترف مثل هذه الفظاعات حاليا أو في المستقبل. وقال آخر: طبعا إنه أمر رائع، لكن من المحزن أن تأخذ الحكومة الألمانية الذكية والتي تملك عددا من التجارب كل هذا الوقت للقيام بهذا. أرمينيا من جهتها سارعت إلى الترحيب بتبني النواب الألمان لهذا القرار، وأشادت بذلك على لسان وزير خارجيتها.